الانقراض اللي حصلت من 66 مليون سنة اللي قتلت أكبر كائنات على هذا الكوكب، لما نيزك طوله أكتر من 10 كيلو يصطدم بالأرض ويغير مصير الكوكب. اللي نجا من كل ده الديناصورات الصغيرة اللي كانت تقدر تطير، والاتفاق من المجتمع العلمي إن دول أجداد العشر تلاف نوع من أنواع الطيور اللي موجودين النهاردة، اللي منهم الفرخ. ويقول الدحيح عن الديناصورات: طبعاً أنا كنت بينت في حلقة طرزان وبأوراق من أشهر المجلات مثل ساينس ونيتشر أن هذا الاتفاق من المجتمع العلمي، وذكرت الأبحاث اللي بتنفي أن الأركيوبتيركس حلقة وصل مع الطيور، لكن الدحيح بينتقل ليعجبه وبيدعي الإجماع عليه.